ربي من فوق السحايب وقعك في طريقي وجمعك، كأنها صدفة محبتك ولقاك. أنت مو قصة غرامي وقناعي، أنت روح اللي معي وما لي أي حاجة بهالدنيا سوى. تعال هنا شوف شوي. عاطف كذا قدام سيده، روحي هنا هنا. كيف له حالك؟ لا لا عجين. ليش يصير التخارج؟ انا الحين عندي فرق، عندي ثلاث فرق. صح ابغى نصلي، عندي في مكان اصلي فيه ولا لا؟ دخلت انا ولما هالمكان نصلي. جو ما شاء الله حلو صراحه وناسه، بس بروح نجلس نشوف ايش الفعاليات اللي بيسوونها. نزلنا في الاحتفال، جت الأميرة صورت مع الأطفال ذوي الاحتياجات يعني الكبار الصغار شو الشلان وش معاه، طبعا كلها نساء مع رجال يعني. شوفي هذه لما خلينا نصور فيها العرب حلو. انا بحاجة كلها هذا كلها سماس يا طالع مكان كذا ما يعني كذا داسه فيه. لا ها صار اقول رايحين الحين وين هذا عشان شو اسمه نبغى دورة المياه. شو المكان ما شاء الله. هنا عواطف هنا طبعا لابسه كعب. ما توقعت انا احس بالي دائما نطلع زي كذا اماكن تكون في من عاطف فوق اللي مع الدرج، كنا نطلع كذا بس تكون يعني نساء بس كاشفين وكذا ولابسين. هنا عواطف اي هنا 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 عواطف هنا يعني نطلع في اماكن تكون نساء بس، عرفتوا كنا نكشف كذا بس الحين لا صارت حريم ورجال تورطت بالكعب. القمر ما يبان، انت القمر هنا. عجبني المكان هذا اللي دخلنا نصوره انا وقمر. هو ممنوع بس لا مو ممنوع عادي دخلنا. بالعكس هو هذا اعلان اصلا للشركة هذه مصنع ايش يسوون بيوت خشبية والله ما شاء الله في مكيف. تدرون وش امنياتي؟ اي امنياتي يعني يكون عندي انا بغرفة زي هذه عندي فوق السطح. حلو بلاكس. حلو اذا تبون تسوون مثلا انتو سجارتكم تسوون بنات خالاتك تسوون فرش. لا لا في البيت، ابغى في البيت عندي. يا ليش؟ وناسه والله. حط في السطح. في فيش؟ اي مكيف كل شيء. لذيذ. طبعا لازلنا في الحفل. اول شيء صف كم؟ ما شاء الله لذيذ. اخذنا عشاء. ما شاء الله طابخين هنا لحم طابخين. بلاش. كل شيء بلاش. ما شاء الله.
يلا ننهي المقطع اليوم. طبعا لسه الحين الساعه 8 بس خلاص جوالي يخلص شحنه. تحبين سباحه؟ اي بعد ساعه بيخلص شحن جوالي. خلاص تعبت انا، تعبنا من عصر احنا. سبسكرايب.